ماذا يعرف الجزائريون عن أول محرم؟ هذه المناسبة الدينية الفاصلة في تاريخ البشرية جمعاء والمعلنة عن بداية كيان إسلامي بتقويم خاص، سؤال نزلنا به إلى الشارع، فكانت بعض الإجابات صادمة وبعضها الآخر مطمئن. من الجزائريين من وجدناه حاضر البديهة ملما بكنه المناسبة. احنا في دارنا في قسنطينة نحتفلوا به، نديروا له العشاء، نقراوا القرآن، نذكروا بالأولاد بالسنة النبوية. حوالي السنة الهجرية 1444. اختار الله سبحانه وتعالى كي أمر الرسول باش يبلغ الرسالة، لقى مشاكل في المدينة. أولا كانت تبليغ سريا ومن بعد بدا جهريا، ولكن السكان نتاع مكة ما قبلوش للرسالة. أمر الله باش يهجر، ومن تسمى هجر للمدينة، ومن تسمى في المدينة تسمت أرخت السنة الهجرية الجديدة. آخرون أعلنوا صراحة جهلهم بها، ومنهم من وجدناه يخلط بين محرم ومناسبات دينية أخرى. على كل حال أول محرم معروف، هو يعني في الحساب تاع الإسلام، هو العيد تاع الإسلام يعني الحقيقة، ما يخدموش اليوم عاشورة كما يسموه. محرم اليوم رانا 30. يوم 30؟ اه، وعد 31. محرم لا ما لاباش 1436 ولا شي. عباك بغيت تكون يجور تاع محرم؟ لا ما على باليش، ماما تكون على بالها، باسكو ماما هي مالفه بصيام، مالفه بلوم هادو. انا يا تسمع ما باليش لك انه اليوم اول محرم. اي 30 محرم اليوم. اليوم اول محرم على كل حال بلاضه تاع الهجري. والله ما على بالي لاضه تاع تقويمي. انا في 2022 30 جويلي. صنف ثالث من الجزائريين ارتبطت المناسبة في ذهنه بأكلات تقليدية شابة وشاب على أعدادها منذ الصبا. كما يقولوا الخفاف، يديروا الخداوش، يديروا قد يتواسوا به، ثم يكبروه. احنا واش نعرفوا الدجاج والماكله، هذا ما كان. لو كان ربيناهم من الصغر كيما انا زعما علمتونا في المسيد سيكوا محرم، سيكوا العاشوره، سيكوا العيد، ويتو بالك دوكا نريبوندي لك نورمال جوست. دوكا انا لو كان نريبوندي لك نابورت كوا ضحكي عليا. التعريف بمثل هذه المناسبات وتلقينها للاجيال مسؤوليه مشتركه، ظهر التقصير فيها جليا وعليها فواجب على الأسرة ومؤسسات التنشئة الأخرى وعلى رأسها المدرسة والمسجد والأعلام منحها المكانة المستحقة ضمانا لانسجام الفرد مع هويته الدينية.